مصطفى بن بوليد من مواليد فبراير 1917 بأريس ولاية باتنا، وسط عائلة ثرية ومتشبعة بالقيم الإسلامية. تلقى تعليمه الأول بمسقط رأسه ثم بمدينة باتنا، أين التحق بمدرسة الأهالي الأنديجان، كما تلقى تعليما بمدرسة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين. هاجر إلى فرنسا سنة 1937 وعرف عن قرب أوضاع الجزائريين هناك، وكون نقابة تدافع على حقوقهم. عام 1939 أدى الخدمة العسكرية الإجبارية وأعيد تجنيده أثناء الحرب العالمية الثانية. بدأ نشاطه السياسي في صفوف حزب الشعب منذ الأربعينيات، إذ كان من أنشط العناصر بالأوراس، وعند نشأة المنظمة الخاصة كان له نشاطا دؤوبا في تكوين الشبان سياسيا وتدريبهم عسكريا، وأنفق من ماله الخاص لتدريب وتسليح المناضلين. شارك في انتخاب المجلس الجزائري سنة 1948 وفاز فوزا ساحقا، لكن السلطات الفرنسية زورت الانتخابات. كان له دور كبير في إنشاء المنظمة الخاصة، وبعد أن اكتشف أمرها بدأ في توفير السلاح عن طريق شرائه من ليبيا، كما ساهم في إيواء المناضلين المطاردين. أنشأ مع رفاقه اللجنة الثورية للوحدة والعمل، وشارك في اجتماع 22 في جوان 1954، وأصبح مسؤولا على المنطقة الأولى الأوراس، كما كان عضوا في لجنة الستة. أشرف على توزيع الأسلحة على المناضلين بنفسه. سافر سنة 1955 إلى ليبيا لتزويد الثورة بالسلاح، لكنه اعتقل في 11 فبراير 1955، وحكم بالمحكمة العسكرية بقسنطينة في جوان من نفس السنة، وحكم عليه بالإعدام. استطاع الفرار من السجن رفقة الطاهر زبيري في شهر نوفمبر 1955. عاد إلى قيادة الثورة وخاض معركتي إفري البلح وأحمر خدو، وواصل جهاده حتى استشهد في 22 مارس 1956 إثر انفجار مذياع مفخخ ألقته القوات الفرنسية. ربحنا الألمان، هم داروا بين الجرة وطيشونا. ابن بولعيد اتفضلوا، مرحبا بكم. مرحبا. لابد نبني طريق صحيح خطوة بخطوة باه نوصل للهدف نتاعنا. جماعة قسمت لنا وعرنا ولحقوا هنا. السلام عليكم. حان وقت الحسم. وش نقصد بالحسم؟ الحسم هو نشمر على ذرعينا ونتكلوا على ربي في تقرير مصيرنا بتفجير الثورة في أقرب وقت. ولازم نعرفوا هذه يلزمها تضحيات أموالنا، أرواحنا، عائلاتنا، واللي ما عندوش استعداد نفضل ينسحب فورا. أول نوفمبر. أول نوفمبر. أول نوفمبر. أول نوفمبر. أول نوفمبر. هذه الليلة رايحين نعلنوها ثورة شاملة في كل ربوع الجزائر. إليه.
FLN. J'accepte d'être fusillé si ma mort doit sauver l'Algérie. Mais votre armée et sa façon d'agir est notre meilleur agent recruteur. Vos soldats pillent, violent, détruisent. Yajma, قررنا باش نخرجوا من هنا. نخرجوا من هنا وكيفاش نخرجوا؟ ديما يسقسيو عليك ويبكيو. قلك الحبس والعذاب يا سي مصطفى. وإحساسي ما خيبنيش، كنت حاسة بلي ربي راح ينصرك عليهم وترجع لينا سالم. يا أخي راح تقعد معنا يا مات، على بالك الولاد. لازم نمشي يا إخوان. هذا السي مصطفى بن بلعيد. صحيتوا يا إخوان. طيارات لازم تفرقوا. فات عام ربع شهور على اندلاع الثورة المباركة، وعلى الرغم من أنه الكثير راهنوا على فشلها في البداية، استطاعت أنها تستمر وتصمد، وكذبت مقولة الجزائر الفرنسية. وإحنا إن شاء الله معولين نوصلوا الكفاح والنضال حتى النصر بإذن الله. إخواننا
تنساوا شهداءكم مين ضحاوا لحياة البلاد حد مين إخواني لا تنساوا شهداءكم مين ضحاوا لحياة البلاد حد مين بالدموع والدماء أرضوا تراكم طلبوا الأهل والصحبة مع الأولاد حد مين صوتهم من القبور يناديكم اسمعوا لهذا الصوت يا عباد حد مين الاتحاد عنواننا تضحية شعارنا حرية غايتنا يحيى الوطن حد مين للوطن نبيع كل انفسنا لا نرضى بنعيش الهوان حد مين الاتحاد عنواننا تضحية شعارنا حرية غايتنا يحيى الوطن قائد الدورية سي محمود بالسقة العربي مدور الفانتكات النمس علي موستاش نيدا ابراهيم Come on.